بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مزمور النهاردة كده مزمور جميل وتقال قبل كده تقريبا من فترة قريبة خالص سمعناه أسبوع أو اتنين مش فاكر. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. الصديقون يفرحون يتهللون أمام الرب ويتنعمون بالسرور. الليلويا. يا ترى كده فينا اخواتنا اللي حاضرين النهارده حد فيكم مش مجرب، ما عندوش تجربه؟ حد فيكم ما دقش الحزن كده ولو مره في حياته؟ اللي فيكم ما عندوش اي تجربه في حياته ولا داق الحزن ولا مره، لازم يراجع نفسه، يقلق على نفسه. وأول واحد محتاج يقعد مع أبونا ويتوب يشوف في حاجة غلط، لأنه هيخش كده أصبح مش في تعداد الصديقين. كثيرة هي أحزان الصديقين، ربنا ما قالش كثيرة هي أحزان الأشرار. يمكن لو كان قال الأشرار هو ده العقل والمنطق يقبله. الأشرار اللي بعاد عنك، أو أنت بقى يا رب هتجربهم وهتوريهم وهتحزنهم وتحرق قلبهم وتأدبهم، ده المنطق اللي ممكن العقل البشري يقبله. إنما اللي لا نستطيع أن نقبله، منين يا رب أنت بتقول صديقين ومنين كثير أحزنهم؟ وهل دي طبيعتك أنت يا رب إنك تحزن قلب الإنسان الصديق اللي قريب منك، اللي بيخافك، اللي بيحبك؟ هو ده عدلك؟ هو ده رحمتك؟ ربنا يقول ده عدلي وده رحمتي وده محبتي. ربنا قال كثيرة، مش كدوب، مش يعني ياريته قال حتى مرة، لا ده مش مرة ولا اتنين، ده أكتر من مرة وأكتر من اتنين وأكتر من تجربة هتروح للصديق. الصديق اللي هو الإنسان اللي عايش في خوف ربنا وعايش في تقوى وعايش في ورع وعايش في طاعة لكلمتي وعايش في الوصية. لكن يقول إيه؟ كثيرة هي أحزان الصديقين، لكن جميلة طنط فكرته من جميعها. مش هينجينا من واحدة ويسيب التانية، مش هينجينا من تسعة ويسيب واحدة كده أهي للتأديب، لا مش هيسيب واحدة في حزن إلا ما ينجي منه. فده وعد من عند ربنا. صحيح هي كثيرة، إنما هينجي من كلها بدون استثناء. لن يترك حزن واحد لن ينجي منه، لن يترك ضيقة واحدة لن ينجينا منها. هيمسح كل دمعة من عيوننا. إدانا وعود، قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. حياتنا على الأرض دي قصيرة أوي 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 أوي، مهما طالت 100 110 120 قصيرة، قصيرة جدا 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 مقارنة بحياتنا اللي فوق، حياتنا الأبدية. حياتنا الأبدية مش بس اللي هنقضيها في مرحلة الفردوس، مرحلة الانتظار، لا، الحياة الأبدية اللي هي ما بعد الدينونة، الحياة الأبدية اللي لا نهاية لها. العمر اللي بنقضيه هنا ما يتقارنش خالص بالحياة اللي نقضيها سواء في الفردوس أو سواء في حياتنا الأبدية في ملكوت السماوات. ربنا بيعدنا للحياة الأبدية. يهمه قوي قوي إن مفيش واحد فينا يهلك، يهمه قوي قوي لحنا نهلك ولا أولادنا يهلكم ولا أحبابنا يهلكم ولا أولاده الغالين عليه يهلكم. عشان كده يبدأ يحط شوية تجارب عشان يعمل إيه؟ يقول أنا حاططكم على الأرض عشان أمتحنكم، عشان أصفيكم، عشان أنقيكم، عشان أختبركم. كل واحد فينا بيحب، الزوج يحب زوجته والزوجة تحب زوجها والأب والأم يحبوا أولادهم. مين فينا كأب وأم ما عملش اختبار صغير لابنه أو بنته؟ اختبار يشوفهم بيذاكروا ولا لأ، اختبار يشوفهم بيسمعوا كلامي ولا ما بيسمعوش كلامي،
هل معنى كده ان انا ما بحبهمش؟ انا بحب اولادي بس عايز اعرف اختبرهم. ربنا عايز يحطنا، عايز يعرف مدى محبتنا ليه، عايز يخلينا نغلب ضعفتنا، عايز نحن نبقى نؤمن به نطيعه. ادانا الحياة بتاعتنا هنا دي القصيرة قوي قوي على الأرض، ادهلنا هدية، هدية من عنده علشان دي تقلنا دي فترة الاختبار، دي فترة الاختبار. وبعدين يقول ايه؟ كثيرة هي أحزانهم ومن جميعها ينجيهم. مين اللي حينجي؟ هو المنجي. هو حد يفتكر في حاجة تانية هتنجيه؟ لا فلوس ولا مركز ولا علاقات عامة ولا وصايت ولا دول هيعملوا ايه؟ كل الكلام اللي احنا بنجده في التراب في التراب. انما الرب هو الذي ينجي. وحينجي يعني ايه؟ هو ربنا اهم حاجة تهمه ايه؟ ابديتنا. واحنا اهم حاجة من ايه؟ ابديتنا. ابديتنا اهم 100 مرة من اي حاجة ممكن نطلبها على الارض. السيد المسيح قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. علينا ان احنا نؤمن به ان هو مخلصنا وان هو مهتم بابديتنا وان هو حينجينا من اي تجربة احنا هيسمح بيها. ان هو بيمتحننا عشان يعمل ايه؟ عشان يفتح عينينا. احيانا عينينا بتكون متغمضة، تيجي ساعة التجربة عينينا تتفتح. واول ما عيني تتفتح، تتفتح على ضعفاتي انا، على خطيتي انا. انا يمكن عينيا كانت مفتحة على اخطاء غيري، انما ساعة التجربة برجع لنفسي وفوق وابص لنفسي واقول يا رب انا عارف انا قصرت انا اخطأت، وابدع انا راجع في نفسي وارجع لربنا تاني في عملية تنقية. اذا كان الواحد الطالب اللي بيفضل يذاكر يذاكر يذاكر، هل نقدر نعديه كده وندخله كده الكلية من غير ما يمتحن؟ لازم يمتحن. فالطالب لازم يمتحن عشان يشوف نتيجة الامتحان، وبعديها بعد نتيجة الامتحان يخش الكلية ربنا يسمح له بيها. فموضوع الامتحان ده مهم. هل احنا نستكتر بقى على ربنا صاحب الحق والسلطان ان هو يفحصنا وان هو يمتحننا؟ ليه بنستكتر عليه ان هو يمتحننا ويفحصنا؟ لا يا رب، ده حقك، ده انت كل العدل وكل الرحمة. احنا بنطيعك، واي ضيقة هتسمح بيها لينا يا رب احنا بنقبلها، واي ألم بتسمح لينا يا رب احنا نثق ان هو ده لخلصنا، ونثق يا رب ده لأبديتنا وأبدية عيالنا، ونثق يا رب ان في كل ضيقة انت بتديها لنا انت ما بدش جيبها لوحدها، انت بتجيب الضيقة او الحزن ومعاه معونة إلهية. يعني كام واحد فيكم وكان واحدة فيكم مرت بتجربة ويطلع منها يقول أنا مش عارف أنا استحملتها إزاي، أنا كنت فاكر نفسي ضعيف وأنا كنت فاكر نفسي ضعيفة، أنا مش عارف أنا عدت علي الحكاية دي وإزاي خلصت. مش بشجاعتك ولا بشجاعتك ولا بإمكانياتي ولا بالأعصاب الجامدة ولا بهدوئي، لا، في حاجة اسمها المعونة الإلهية. المعونة الإلهية اللي بتيجي مع كل ضيقة ومع كل تجربة، ومعونة خاصة في كل تجربة خاصة. يمكن ربنا هيدي معونة في التجربة دي وتجربة تانية يدي معونة من نوع تاني. في كل تجربة أيا كان نوعها، مرض، تجربة أسرية، تجربة روحية، أي نوع، تجربة نفسية، كل تجربة ليها معونة شكل. ونتأكد أن ذراع ربنا دايما محوطانا في كل تجربة. هنتأكد أنه عينه علينا، عينه عمرها ما هتغفل، عينه علينا، ودانه معانا بتسمعنا. تلات حاجات، دانه بتسمع كل أن لينا، دراعه محوطانا. يبقى أنا أخش التجربة كده مش عايز أخش التجربة كده وأنا فاتح صدري، لا، أخشها وأنا فرحان وأنا مبسوط، أقول يا رب أنا مطمن إن في أي تجربة أنت بتسمح بيها ليا أنا واثق إن عينك عليا وإذنك سمعاني، دراعك محوطاني، باعت المعونة الإلهية. أنا ضعيف، أنا مش قادر أستحمل، يمكن حتى لو خطية وضعفت فيها برضو أنت بترسل معونة علشان أعدي من الخطية دي وأعدي من الضعفة دي.
كل ده ربنا بيجهزنا على الأرض علشان يدينا الهدية اللي فوق، علشان يدينا الجرين كارت اللي هنعدي بيه، والباس كده كارت اللي هنخش بيه ملكوت السماء. من غير الحزن، من غير الألم، من غير التجربة، ما احناش هناخد الجرين كارت. الجرين كارت ده أهم جرين كارت في حياتنا، أهم حاجة عشان توصلنا للأبدية هي التجارب. فلما تيجي التجربة أقبلها بشكر. كلنا بنصلي وكلنا بنتشفع بالقديسين، إنما معلش يعني كلنا بشر. شوفوا صلواتنا شكلها إيه من غير تجربة، وشوفوا صلواتنا شكلها إيه جوه التجربة. شوفوا شفاعتنا وكلامنا مع العدرة ومرينينا من غير تجربة، ونشوف بنتكلم معهم إزاي في وقت التجربة. كلنا مرينا بحاجات كتير. عدرة حلة الحديد اللي كنا بنعيد لها من حوالي يومين ثلاثة، كل سنة بنعيد العدرة حلة الحديد، إنما في سنوات على حياة الواحد يفتكرها ما يقدرش ينساها أبدا. لا، ده العدرة حلة الحديد دي، ده في أثناء السنة الفلانية كان عندي تجربة قاسية، ومش أنا بس الوحدي اللي كنا بقى معاه، لا ده أنا وأبويا وأمي وإخواتي وأبونا وأحبابي وكله كان معاه بيصلي. صدقوني الصلاة في التجربة بتبقى بقلب نقي جدا وقلب قريب قوي 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 لربنا. خلينا نتمسك بوعد ربنا. ربنا قال ادعوني في يوم الضيق أعمل فيك إيه؟ أنقذك، وبعد ما أنقذك تمجدني. أنا أتمسك بالحتة دي ومنساش، منساش بعد ما عدي من التجربة إني أمجد ربنا وأنفذ وعودي. أي وعد خدته بعد التجربة أنفذه. يقول عين الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. يعني ربنا بيأكد أنا عيني وودني معاكم، دراعي محوطاكم. في صلاة الغروب كده في مزمور اللي هو الكبير 117 يقول جزء جميل قوي، يقول في ضيقي صرخت الرب فاستجاب لي، ولما استجاب لي عمل فيا ايه؟ اخرجني الى الرحب. يعني مش بس كده نجاني، لا ده انت خرجتني للساعة الرحب. يقول صوت التهليل والخلاص في مساكن الأبرار. صوت التهليل والخلاص في مساكن الأبرار. أنا مستني يا رب صوت التهليل، أنا مستني يا رب الخلاص، أنا مستني إن بيتي يفرح كله كله. وبيتي مش هيفرح عشان سوري العيال تتجوز ولا يتخرجوا من الجامعة ولا ربنا يديهم شغل حلو ولا نعمل لهم ديبوزيت في بيت ولا كل الكلام الفارغ، كل اللي أنا قلته قبل كده ده أرضي في أرضي في أرضي وتراب في تراب في تراب. لا، صوت التهليل لما عيالي أبديتهم ما تروحش منهم، لما أنا أبديتي ما تروحش مني، لما مراتي أبديتها ما تروحش منها، لما كل اللي في البيت أبديتهم ربنا يحفظها، لما كل اللي ربنا ائتمني عليهم من إخواتي وأهلي وأصحابي واللي بخدم معهم في الكنيسة واللي بشوفهم أبديتهم ما تروحش منها. أوعى حد يفتكر إن دي الأبدية ديت ده مسؤولية أبونا، هو ده اسمه أبونا، ده بتاع الرعاية، ده بتاع الشعب، ده بتاع أبو الكنيسة. لا، كل واحد فينا مسؤول. ربنا أعطاه أمانة لنفسه وللي حواليه على قد ما يقدر. في ضيقي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحب. صوت التهليل والخلاص في مساكن الأبرار. مين هم الأبرار؟ اللي مليانين بلاوي وحزن وتجارب، هم دول الأبرار، هم دول الصديقين. يعني صوت التهليل هيبقى في إيه؟ في عز الحزن، في عز الضيقة ربنا هيسمح بالتهليل. يمين الرب عملت إيه؟ صنعت قوة. يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة إنما يمين الرب ترفعني. ده أنا كنت فاكر بس يمين الرب هتنجيني وخلاص هتعديني، لا ده تعديني، مش بس تعديني، تعديني وترفعني. يمين الرب صنعت قوة فلن أموت بعد. مش هموت، سيبكم الموت الأرضي، موت الأرض ده إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة. إنما أهم حاجة إن إحنا ما نموتش الموت الأبدي، ما نموتش موت الخطية، بل أحيا وأعمل إيه؟ أحدث بأعمال الرب.
تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. يا سلام، جزء ده جزء رائع 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 في المزمور. اسمحوا لي نقوله تاني كده بالراحة ونختم وخلاص. في ضيقي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحب. صوت التهليل والخلاص في مساكن الأبرار. يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. نفتكر كثيرة هي أحزان الصديقين، من جميعها مين اللي حينجي؟ ربنا من كلها. وبعديها يقول إيه؟ الصديقون. يحصل إيه بقى في الصديقون اللي هم الصديقون اللي هم نفتكر كل ما نقول صديقون؟ المتألمين، المتجربين، الحزنانين، الثلاث متألمين، متجربين، حزنانين، بس هم صديقين. ما لهم بقى هيعمل فيهم ربنا؟ يعمل لهم إيه؟ يفرحون. هنفرح؟ آه هنفرح. مش بس هنفرح، في مستوى أعلى من الفرح. يتهللون. يعني في فرق، الواحد يبقى فرحان والواحد إنه بيرقص بيتنطط كده. حاجتين يعني، احنا نتكلم بالمنطق البشري، انا ممكن ابقى فرحان مبسوط مبتسم، عكس ما يكون قلبي كده كله فرح بقى، متهلل بتنطط من الفرح. يعني كده مش يعني ايه يا ارض هدي كده ما عليك يدي، كل حاجه بتنطط، مشاعري وكل كياني مليان فرح. هو ده التهليل. وبس كده؟ لا، ده فيك حاجه من اعلى من التهليل. الصديقون يفرحون ويتهللون ويتنعمون. يتنعم يعني مش بس هفرح ولا هتهلل واتنطط، لا ده انا هتنعم، يعني هتفضل الحكايه معايا مستمره مش شويه وهتروح، ده هتفضل للابد. تنعم تنعم. واحد يفضل في نعيم، مش واحد كده جاله قرشين وفرح بيهم وخلصهم مش هيخلصهم. لا، الفرح اللي ربنا بديه فرح ابدي، يدي فرح، يدي تهليل، يدي نعيم. نعيم أكبر درجة من حرج من درجات الفرح هي التنعم. ربنا ما يحرمكوش من التجارب، ربنا ما يحرمكوش من الألم، ربنا ما يحرمكوش من الحزن، لأن في التجربة والألم والحزن معناه كده ربنا بيشاور عليكي، بيشاور عليك، بيشاور يقول أنتم صديقون. لو ما كنا صديقون ما كانش سامح بكل ده. يا بختم اللي عنده ألم وحزن وتجربة أيا كان نوعها، عشان ربنا اختاره وقال له أنت صديق، وعشان أنت صديق ده أنا هنجيك أنت وولادك وأحفادك وكل مليك من كل حاجة، هحفظ أبديتك. مش بس كده، ده أنا هفرحك وخليك تعيش حياة التهليل وتعيش في نعيم إلى الأبد. أمين.